ما تبقى فيه كمان مجموعة كبيرة من الحوادث الغامضة والكبيرة بشكل كده، يعني اما تشوف فيه، تخيلوا احنا امبارح جبنا لكم حادث ميكروباص ومات فيه 10، اللي هو زي العدد الكبير اللي ممكن تحصده عملية إرهابية، وده كله بسبب إهمال متزوج من الفساد. يعني كمان الحالات اللي هتشوفوها دلوقتي، 7 أشخاص ماتوا وإصابة 11، ده في طريق بلبيس شرقية بسبب الأمطار حصل تصادم ميكروباص. احنا عندنا صور حصل تصادم للميكروباص مع تريلا. مفيش كمان، شوفوا العدد بس الكبير، علشان ده الموت المجاني في مصر، أعداد كبيرة جدا بتضيع مننا في حوادث بهذا الشكل، لأنه ما عندناش حد كده يقول لك والله أصل أحوال الطرق في مصر. طيب الأخطاء التي يمكن إنها تطلع من لما تكون في ظروف طبيعية ممكن تحصل. شوفوا المشهد، يعني وكأننا أمام عملية إرهابية كبيرة. طيب الدكتور ابو الفتوح موسى عياد، مدير مستشفى بلبيس العام. دكتور ابو الفتوح اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. دكتور ابو الفتوح، قول لي عدد الوفيات كام وعدد المصابين كام والحالات شكلها ايه واسباب الوفاه ايه كلها؟ امبارح ولا النهارده يا فندم؟ هو امبارح كان ايه والنهارده ايه؟ انا عندي انا مستشفى بلبيس المركزي ده على مخترق طرق، بيخدم منطقه جنوب الشرقيه وبيخدم العاشر من رمضان والعبور لعند مدينه السلام، وبيخدم لعند مدينه الزقازيق قطاع كبير جدا، وكون المستشفى على مقترح طرق سريعه فاسرع طريق للوصول لعربيات الاسعاف بكل مستشفى بلبيس اسرع من انه يروح الزقازيق او جامعه الزقازيق. لا يعني انت في حاله تانية جات لك غير السبعه اللي ماتوا وال11 اللي اصيبوا؟ النهارده انا جالي النهارده الساعه 4:30 حادثه فيها 12 واحد على الطريق الاقليمي. 12 واحد ماتوا؟ لا ما ماتوش يا فندم، 12 مصاب. مصاب؟ ال 12 مصاب بتوع اليوم كان فيهم واحد عنده كسر في الدروع ونزيف في الرئه، وده تم تحويله لجراحه قلب والصدر في جامعه الزقازيق. طيب السبعه اللي توفوا وال 11 اللي اصيبوا؟ اللي اصيبوا حالتهم مستقره، 10 حالتهم مستقره، وواحد عنده جرح تحتك بالايد، دي حالات النهارده وتم التعامل معاهم، عمل لهم اشاعات والفحوصات. لكن في سبعه توفوا؟ لا امبارح، حادث امبارح اللي حضرتك بتتكلم عليها الوفيات، اثنين توفوا في مكان الحادث، وده تصادم ميكروباص في اتوبيس على طريق صبرا النخله، ودي قريه تتبع مركز بلبيس الشرقيه. العدد الوفيات اثنين؟ توفى اثنين في مكان الحادث، ووصل المستشفى 13 حاله، توفى اثنين وحاله دخلت العنايه وعملنا لها عمليه. هو جملة الحوادث دي كلها بسبب تصادم سيارات، يعني بسبب الأمطار؟ تصادم سيارات وسرعة السواقين، يعني أمور حقيقة أنا يعني ما بنهتمش بالتفاصيل بتاعة سبب الحادث على قد ما نهتم إحنا إمكانياتنا ونقدر نتعامل مع الحالات دي إزاي ونقدر نعالجها ونقدر نقوم بالخدمة اللازمة ناحيتها. طيب أنا بشكرك يا دكتور. أستاذ ياسر سيد ابن شقيق احد المتوفين، يا استاذ ياسر الباقيه في حياتك ربنا يصبرك. بقال الله يا فندم. قول لي سبب الحادثه ايه؟ حضرتك يا فندم الطريق دوت عليه ضغط كبير جدا يا فندم. اللي هو طريق ايه؟ طريق سعادتك ده بلبيس شبرا النخله من الامن. بلبيس؟ لا نوطي التلفزيون بس. ماشي يا فندم. نوطي التلفزيون او ابعد عنه. ماشي يا فندم. بلبيس من يا القمح؟ يا فندم. فالحوادث عليه كتير؟ كتير جدا يا فندم، يعني كتير جدا، ويعني ده طبعا ده. طب عدد المتوفين كامل؟ الدكتور هنا بيقول لي اتنين اللي جالهم من المتوفين. حضرتك احنا كان بلد جنبينا واحد وعندنا في البلد واحد. طيب طبعا الباقي والعيب في الطريق زي ما انت بتقول العيب عليه كبير يعني. كبير جدا يا فندم، ده طبعا بيخدم العاشر من رمضان وطبعا بلبيس. طيب. هو طبعا طريق واحد رايح جاي وعادي ضغط كبير جدا يعني. طيب انا بشكر